بيننا وبينكم مسرح البحر بإذن الله تعالى، وسنرى في هنا من هو الظالم ومن هو الطاغي، وسنرى من هو ولي الله تعالى، وسنرى من هو موسى ومن هي عصا موسى، وسنرى من هو فرعون ومن الذي سغرت في البحر. بعد استيلاء الحوثيين على السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر في البحر الأحمر، أصبح البحر الأبيض المتوسط وجميع المضائق تقع تحت نفوذ وسيطرة المقاومة، وإن اندلعت الحرب سيرتفع سعر النفط ونكون أمام كارثة عالمية. بهذه الكلمات كشف الخبير في الشؤون الدولية حكم أمهز المشهد الواقع في مقابلة لسبوتشوت، معتبراً أن الموقف اليمني مرتبطاً بتهديدات الولايات المتحدة لليمنيين، مفاده إذا دخلتم في الحرب نحن سنتخذ مواقف ونعرقل الاتفاق بينكم وبين السعودية، مضيفاً أن هناك معلومات تقول أن خلال أسبوعين سيكون هناك حسماً لتوقيع الاتفاق اليمني السعودي. نحن نعرف، أنا معلومة في هذا الإطار، أنه خلال أسبوعين سيكون هناك حسماً لتوقيع الاتفاق على الاتفاق اليمني السعودي. يعتبر باب المندب من أهم الممرات البحرية في العالم خاصة للسعودية، وفي مقال نشرته قناة العربية أوضحت فيه أهمية هذا المضيق الذي يسمح لصادرات الخام السعودية المتجهة إلى سوق الأوروبية بالمرور عن طريق خط أنابيب سومات الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. وأوضح المقال أيضاً أن السعودية لديها خيارات أخرى تتجاوز مضيق باب المندب من خلال استخدام خط أنابيبها الضخم بين المنطقتين الشرقية والغربية لشحن الخام من حقولها النفطية في الخليج العربي إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، ما يسمح بالحفاظ على الشاحنات إلى أوروبا. لكن الإغلاق الكامل للمضيق سيجبر ناقلات النفط السعودية إلى الإبحار حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، الأمر الذي سيضيف إلى وقت العبور والتكلفة، ما من شأنه أن ينعكس سلباً على العلاقات السعودية اليمنية نظراً لمتابعة تصعيد الحوثيين في مواقفهم. في ظل اشتعال الأزمة السعودية اليمنية وبالتوازي مع التقارب السعودي الإيراني، يبقى ارتباط إيران باسم الحوثيين يتعلق بكل العمليات التي يقوم بها، ما يضع إيران تلقائياً موضع اتهام، الأمر الذي من شأنه أن يزعزع العلاقات السعودية الإيرانية من جهة، مع إصرار الأخيرة على نفيها بالتورط في عملية اختطاف السفينة الإسرائيلية ويعرقل الاتفاق السعودي اليمني من جهة أخرى، وفقاً للجزيرة. إلا أن لا تزال الفرص متاحة للسعودية بتفادي المواجهة مع الفصائل في اليمن، إما بالتفاهم مع حليفها الجديد إيران أو بتحويل مسارات ناقلات النفط الخاصة فيها وفقاً للعربية.